بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. يبدو أنه الفرق بين الإنسان السعيد وغيره من الناس هو أنه الإنسان السعيد لا يأبه كثيراً للنتائج مهما كانت هالنتائج كريمة وسخية ومفيدة له شخصياً. إنسان السعيد يفكر دائماً بالغاية الشريفة والوسائل التي تؤدي إلى بلوغ تلك الغاية. أما الفرق بين السعيد والأسعد هو الإنسان الأسعد بيكون غايته شريفة والوسيلة لتحقيق تلك الغاية هي أيضا شريفة. هذا النوع من السعادة اللي أنا بقول عنه السعادة الشريفة، هالشي هذا ما بيتحقق إلا عند القليل جدا من الأشخاص. هودي الناس هن سوبر سعيدين، لأنه لا النتائج بتهمهم ولا الغايات بتهمهم، في شي واحد بس بهمهم هو أنه يستخدموا الوسيلة الشريفة لتحقيق الغاية الشريفة. فمن لا يساعد الناس أبداً لا يشعر بالسعادة، ومن يساعد الناس بطرق ملتوية يشعر بشيء من السعادة أو السعادة المزيفة. أما من يساعد الناس بشرف وأمانة فهو من خيرة الناس وأسعد السعداء. هذا المفهوم الجديد للسعادة ينطبق على من يطعم أبنائه من عرق جبينه ومن يطعم أبنائه من عرق جبين غيره، كما ينطبق ذلك على الموظف الشريف اللي بيخدم العملاء بيسعدهم من دون أي مقابل، والموظف الفاسد الذي لا يسعد الناس إلا من خلال الطرق الملتوية والفاسدة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.